صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. صبح عليكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة اللي دائما نسعد بها على الرقم 4006. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول العديد من المواضيع الشيقة والمفيدة، بالتأكيد بنتناول مثل ما عودناكم دايما آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم موضوع فقرتنا أو فقرتنا الأساسية في برنامج صحة وسعادة بتكون حول موضوع الربو عند الأطفال من حيث الأسباب والأعراض وطرق الوقاية. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن المشروبات الصيفية وبدائلها الصحية. ولكن قبل ما أبدأ البرنامج وفقراتنا، أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي الأستاذ حسني البلاونة، وكذلك من نور دبي أرحب في التنسيق والمتابعة بيكون معنا اليوم زميلنا أحمد سلامة، وفي الإخراج بيكون ويانا مخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة، وبكون معاكم اليوم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. خبرنا اليوم يقول عوامل الخطورة المؤدية إلى سكري الحمل. قالت الجمعية السويسرية لأمراض النساء والولادة أن سكري الحمل يعد أحد أكثر الأمراض شيوعاً أثناء الحمل، موضحة إلى أن التغييرات الهرمونية أثناء الحمل تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم. وأضافت الجمعية أن بعض الهرمونات توفر المزيد من الجلوكوز في الجسم، ومن ثم يتعين على البنكرياس إطلاق المزيد من الإنسولين لخفض مستوى السكر في الدم ونقل الجلوكوز إلى الخلايا. وعندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين تبقى مستويات السكر في الدم مرتفعة قليلا. وأوضحت الجمعية عوامل الخطورة المؤدية إلى سكر الحمل، ومنها البدانة والعمر فوق 30 سنة والتاريخ العائلي لمرض السكري من النوع الثاني وزيادة الوزن بشكل كبير أثناء الحمل، مشيرة إلى أن أعراض سكري الحمل تظهر في صورة الإعياء والعطش والرغبة الملحة في التبول وارتفاع ضغط الدم. هاي كلها ممكن تكون أعراض تنبئ بوجود سكر الحمل لدى النساء. وحذرت الجمعية السويسرية لأمراض النساء والولادة من خطورة سكري الحمل على صحة الأم والجنين على حد سواء، حيث يرتفع خطر حدوث ولادة مبكرة وصعوبات الولادة بسبب زيادة وزن الجنين، كما يرتفع خطر إصابة الطفل في مرحلة لاحقة من العمر بالبدانة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ولتجنب هذه العواقب الوخيمة ينبغي مواجهة سكري الحمل على الفور، وغالبا ما يكفي تعديل النظام الغذائي من خلال الابتعاد عن الحلويات والأطعمة المحتوية على الدقيق الأبيض مع الإكثار من الأطعمة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. ينعش الروح ويبعث فيها الأمل. حل لسانك تلقى الناس خلانك. يخاطب القلوب والعقول. مشكلة. جميل. دوم أحاول أحصل حلول بديلة. مع الناس. يومياً من الاثنين إلى الخميس 7 مساءً مع أمل محمد عبر إذاعة نور دبي. لو تتخيل بسمة مريض تم علاجه
أو فرحة متدين اندفع دينه، وسعادة طالب اندفعت رسوم دراسته، وبهجة إنسان وصل الطعام لين بيته. كل هذا الخير وأكثر ينتظر زكاة أموالكم مع جمعية دار البر. ساهموا بزكاة أموالكم وصدقاتكم. الرقم المجاني 8079، أو زوروا الموقع الإلكتروني www.darelbir.ae. فيا باغي الخير أقبل. حان الوقت لتحمي نفسك وعائلتك ومن حولك من مرض كوفيد-19. احجز موعدك للتطعيم في أحد مراكزنا المنتشرة في إمارة دبي من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، أو عبر خدمة الواتساب 800-342. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل البسيط القصير اللي طلعناه على الهواء، ولكن مستكملين معاكم فقرات برنامج صحه وسعاده. والحين بناخذ معانا اسماء الجناحي رئيس قسم الاعلام الصحي، بتحدثنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير اسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسمى. أسمى بداية أحب أقول لك أتمنى لك كل التوفيق. أسمى من الناس المجتهدين اللي عندها الحين امتحانات وطالعة معانا على الهواء، فأحب أقول لك الله يوفقك إن شاء الله، وأتمنى لك أسبوع مليء بالنجاح مثل ما يقولون. الله يحفظ شكراً، سنة توفيق الجميع يا رب. تفضلي اسماء خبرينا شو عندك مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي حابة تخبرينا عنها. من ضمن الأشياء نحن نتمنى من الجميع أن يتابعون حسابات هيئة الصحة خلال هذه الفترة، لأن نحن من اليوم بنبدأ نحط نصائح الخاصة بشهر أو في فترة الصيف. فترة الصيف في الكثير من الأشياء أو بعض الممارسات اللي يسوونها الناس، لكن ممكن تكون غلط، في أشياء ينسون يسوونها ولازم يسوونها. فنحن في هالفترة راح نبدأ ننشر نشرات خاصة بشهر الصيف. صح إنه مو موسم الصيف يعني، بس عندنا في الإمارات يبدأ الصيف من شهر 6. ليش أسمع عيل هذا شو إذا مو موسم الصيف؟ ها بروفا. هو يعني في الفصول هذا مو الصيف، بس يعني نحن يبدأ الصيف عندنا من شهر 6 إلا مو بخمسة. لا لا احنا خلاص دشينا حملة الصيف بادين فعسبتي. نحب نبدأ من الحين حط نشرات خاصة بالصيف، لأن في هالفترة وايد أشخاص يعانون من الجفاف. في بعض الأشخاص بيكون عندهم مثلا يحسون بصداع، لكن الصداع يكون نتيجة نقص السوائل في الجسم. لذلك نحن راح نحط مجموعة من النصائح المهمة للجميع خلال الفترة القادمة، بنبدأها من اليوم. لذلك نتمنى من الجميع أن يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي عشان يستفيدوا منها. من ضمن الأشياء راح نتكلم عن تفاصيل واقع الشمس، متى يرمون شو الرياضة، كم كمية الماء المناسبة يشربونها، وغيرها من النصائح. أيضا بتكون فترة السفر، فأيضا من ضمن نصائح الصيف راح تكون نصائح السفر الآمن. تقريبا هاي يعني هاي من الأشياء اللي مهمة اللي راح نحطها. لذلك احنا حابين نذكر بقنوات التواصل الاجتماعي. قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي هي دي على انستغرام وتويتر DHA_Dubai. بالنسبة لي فيسبوك ودبي هيلث أثوريتي. عدد القنوات أكثر، تقريبا احنا عندنا تويتر انستغرام وتيك توك كلهم DHA_Dubai، وبالنسبة لينكدين يوتيوب وفيسبوك هم دبي هيلث أثوريتي. لكن أكثر القنوات اللي فيها تقريبا نشرات بشكل يومي أو شبه يومي اللي هو تويتر وفيسبوك وإنستغرام. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها هو الخدمات الإلكترونية، من ضمنها خدمات تصديق التقارير الطبية اللي هي موجودة أونلاين، ونحن حاطين كيف طريقة والخطوات موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، وشو هو الإيميل اللي هم لازم يبعثونها لهذه الخدمة. الخدمة مجانية، وكل التفاصيل موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، القنوات اللي أنا ذكرتها من شوي.
تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، نتمنى من الجميع أيضا أن يتابعنا. اليوم راح نحط الدليل الإرشادي الخاص بالصيف اللي فيه كل المعلومات اللي يحتاجونها من A to Z، أكبرتهم من ألف للياء. فهذا راح نحطه أيضا بعد شوية في قنوات التواصل الاجتماعي، نتمنى منهم يدخلون حساباتنا ويتعرفون عليهم. وتقريبا هالأشياء الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي على هاي المعلومات اللي قدمتيها لنا، ونتمنى لك أيضا الصحة والسعادة. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما تعرفون مستمعينا في فصل الصيف يبدأ الكثير منا يعني يبحث عن مشروبات ممكن انها ترطب الجسم ويتناولها طول اليوم عشان يشعر بالانتعاش او التخلص من الشعور الحر الشديد، وخاصة خلال فترة النهار. ولكن بعض هذه المشروبات ممكن تكون غير صحية ومضرة بالصحة، وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن المشروبات الصيفية وبدائلها الصحية، حيث يسرنا أن اليوم تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة مي بن ثاني اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة مي. السلام عليكم أستاذة مي، ويانا على الهواء. وعليكم السلام، هلا، صباح النور. يا هلا فيك، أرحب فيك برنامج صحة وسعادة بداية. أهلا وسهلا. مثل ما تعرفين أستاذة مي في المقدمة تكلمنا عن يعني كيف نحن مع الصيف والحر الشديد دائما بندور أشياء نشربها بسرعة وتكون باردة، ويمكن أحيانا ما نفتكر أن تكون هاي الأشياء صحية، أو يعني أنا من الحر أحس أشياء موجودة قدامي بشربها صراحة عشان نبرد على أعمارنا. بالضبط، فنتكلم اليوم عن أهمية أن نحن نتناول مشروبات صحية خلال فصل الصيف، والمخاطر الصحية المترتبة على عدم تناول المشروبات الصحية بشكل كافي. هي صح، مثل ما ذكرت الحين، طبعا خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة، وخاصة هنا عندنا في البلاد الحرارة تكون جدا عالية، فالجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل والأملاح، وإذا ما تم تعويض هذا النقص ممكن ينتج عنه مشاكل صحية. هذه المشاكل الصحية ممكن تكون مثل الجفاف، التعب، الإمساك، أو حتى اختلال نسبة الأملاح اللي موجودة في الجسم، واختلالها في هاي النسبة ممكن يأثر على بعض وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الكلى. فهاي المشاكل الصحية ممكن تنتج عن عدم أخذ كميات كافية من السوائل خلال هالفترة. طبعاً مع دخول فصل الصيف ومثل ما قلت في ارتفاع درجة الحرارة، دائماً الناس تفضل المشروبات الباردة اللي تحسسهم بالانتعاش وتقلل من الشعور بالحر. لكن غالباً خيارات المشروبات الصيفية اللي تكون موجودة أو متوفرة تكون غير صحية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمحليات الصناعية والسعرات الحرارية. طبعا الكميات العالية من السكر ممكن تسبب لنا مشاكل صحية إذا تم استهلاكها بشكل مستمر، ممكن تسبب في زيادة الوزن، ممكن تسبب في تسوس الأسنان لكثرة السكر اللي موجود فيها أو المحليات الصناعية، أيضا ممكن تسبب لنا الجفاف إذا تم تناول هاي المشروبات كبديل عن الماء، يعني نستغنى عن الماء وبس نكتفي بهالمشروبات. وأيضا ممكن نسبة السكر العالية اللي موجودة في هالمشروبات تأثر على الدهون الثلاثية اللي موجودة في الجسم، وممكن يسبب ارتفاع في هاي الدهون الثلاثية. بالتأكيد. فإذا بنتكلم أيضا أستاذة مي، نقول شو هي، أنت ذكرتي المشروبات والمحليات، هي المشروبات اللي ممكن أنتم ما تنصحون بتناولها خلال فترة الصيف؟
هو ما في شيء يعني ما ننصح باستخدامه، لكن ممكن تكون هناك عندنا بدائل صحية لهاي المشروبات. مثال عليه يعني الحين في فترة الصيف دائما الناس تطلب المشروبات مثل الموهيتو، مثل القهوة اللي بالحليب مثلا، وفيكون فيها مثلا شراب محلى وعليها كريمة. ممكن أيضا مثلا يشربون عصائر طبيعية، لكن هاي العصائر ممكن يضيفوا لها مثلا سكر زيادة، أو مثلا أنواع ضايفين لها آيس كريم أو أشياء ثانية يعني. فعشان نقلل من نسبة السكر والسعرات الحرارية في هاي المشروبات الصيفية، مو شرط إن إحنا نتجنبها، لكن ممكن نتبع خطوات بسيطة. ممكن يعني هاي الخطوات البسيطة تحولها لمشروب نوعا ما معتدل في السعرات الحرارية اللي ممكن إحنا نقدر نشربه، يعني يكون ضمن السعرات الحرارية أو احتياجات الشخص من السعرات الحرارية خلال اليوم. نعم، أيضا أستاذة مي، نحن ياسين نتكلم عن البدائل الصحية للمشروبات في الصيف، فإذا بنقول شو هي بتكون يعني أفضل البدائل الصحية؟ حاليا افضل البدائل الصحيه اذا يعني الشخص يعني ياخذها ويستفيد منها العصائر الطبيعيه. طبعا العصائر الطبيعيه ممكن ناخذها ونكتفي، يعني العصائر الطبيعيه هي موجود فيها سكر طبيعي، فما نحتاج احنا نضيف فيها سكر زياده، وبالاضافه الى ذلك فيها فيتامينات يعني تساعد الجسم. مثلا اذا مثلا اخذنا الليمون، عصير الليمون مثلا بالنعناع او عصير البرتقال، هالعصاير تكون مفيده للجسم، يعني بارده ومنعشه، وفي نفس الوقت تحتوي على فيتامينات عاليه الجسم ممكن يستفيد منها. نعم بالتأكيد، واليوم إحنا دائما يعني في حديثنا وفي عندما نتكلم مثلا عن المشروبات دائما نتطرق لأهمية وجود الماء، وإن ما نستبدل الماء بأي مشروب آخر، أو مثلا في ناس تشوفين طول اليوم يشربون كوفي ممكن إنهم يستغنون حتى عن وجود الماء وبس يستمرون على الشاي والقهوة، فكيف نحن ممكن إن نقول إن الماء هو المشروب الصحي اللي ما نقدر نستغنى عنه، وكيف نحسب حاجة الشخص اليومية من الماء؟ طبعا مثل ما قلتي، اهم بديل صحي للجسم اللي هو يحتاجه بشكل ضروري سواء في فصل الصيف او الشتاء هو الماء، لان مثل ما ذكرنا اول شيء ان الجسم يفقد الكثير من السوائل خلال هالفتره، فجدا مهم ان احنا نعوض عن فقد هاي السوائل والاملاح، والماء هو اللي بيعوضنا عن هالاملاح والسوائل اللي موجوده. وطبعا نعم ما ننسى ان الماء ما يحتوي على سعرات حراريه عاليه، فممكن نستهلك بكميات خلال اليوم. طبعا معادلة حساب كمية هاي السوائل اللي يحتاجها الجسم جدا بسيطة، اللي هي ناخذ وزن الجسم بالكيلوغرام ونضربه في 30 ملي لتر من الماء، فهذا بيعطينا احتياجاتنا من السوائل خلال اليوم. فمثال على ذلك، إذا مثلا الشخص وزنه 50 كيلوغرام، ناخذ 50 كيلوغرام ضرب 30 ملي لتر، فبيعطينا تقريبا هذا الشخص بيحتاج لتر ونص من السوائل خلال اليوم. طبعا هاي الكمية ممكن تزيد مع زيادة نشاط الجسم، مثلا إذا الشخص تعرض مثلا للشمس فترة طويلة أو لدرجة الحرارة فترة طويلة، مارس أي نشاط رياضي، ممكن أن يزيد نسبة السوائل خلال اليوم. نعم، أيضا أستاذة مي، إذا بننصح المستمعين بمشروبات صحية، أحد يعني المستمعين يقول شو ممكن تعطونا أفكار لمشروبات صحية ممكن نتناولها خلال فترة الصيف؟ يعني أنا من وجهة نظري البطيخ من أسهل الفواكه في عمل العصير، ويكون طعمه دائما لذيذ ومنعش في الصيف، وإذا عندك رأي آخر أستاذة مي. صح، مثل ما ذكرت قبل، ممكن العصائر الطبيعية هاي من الخيارات الصحية اللي ممكن نستخدمها، لأن إحنا بنستفيد من الفيتامينات اللي موجودة فيها، أو ويعني ب يعني بنزيد من كمية السوائل اللي ناخذها. مثل ما ذكرت قبل، الليمون بالنعناع، ممكن عصير البرتقال، والحين وايد منتشر الكركديه، ممكن إنه يكون مشروب صحي ممكن نستهلكه خلال الصيف. نعم، أيضا ممكن إحنا نقول كبدائل أستاذة مي إذا توافقيني الرأي، اللبن مع النعناع والثلج، أحسه يعني مشروب تي المكس هذا يعطيك يعني انتعاش، ويعني يكون بارد الصراحة يوم تمكسينه مع الثلج.
صح، ممكن ممكن يكون خيار صحي. نعم. أيضا أستاذة مي، إذا بتقدمين نصيحة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم فقرة التغذية اليوم. طبعا أرجع وأذكر أن أهم مشروب صحي الواحد لازم ما يستغنى عنه أو يبدل بمشروبات أخرى اللي هو الماء، لأن الماء أثر أساسي في الجسم ونحتاجه يعني دائما، والجسم يحتاجه يعني العديد من الوظائف في الجسم. وأتمنى إن شاء الله أن المستمعين استفادوا من المعلومات البسيطة اللي طرحناها، وإن شاء الله صيفكم يكون دائما ممتع ومنعش، وتكونوا دائما بصحة وسعادة. شكرا لك أستاذة مي بن ثاني، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، على هاي المعلومات القيمة. العفو. مستمعينا الكرام، طبعا نحن في برنامج صحة وسعادة خلال هذه الأسابيع القادمة اللي هم طبعا آخر أسبوعين قبل ما نوقف معاكم في فترة الصيف. مثل ما تعرفون برنامج صحة وسعادة خلال شهر 7 و8 يوقف البرنامج ونرجع لكم دايما في سبتمبر، فنحن بنبدأ معاكم يمكن حملة الصيف قبل شوي. هالأسبوعين بتسمعونا نتكلم أكثر عن مشروبات الصيف، كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس، لأن هاي المعلومات ممكن تكون بسيطة ولكن مهمة جدا. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بيكونون معانا يعني إدارة الصحة العامة، مثل ما تعرفون قسم التثقيف الصحي بإدارة الدكتورة هند العوضي، بيطلعون معنا في برنامج صحة وسعادة بيحثون أكثر عن تجهيزاتكم للسفر، كيف ممكن تكون تجهيزاتكم للحج للسفر، وكذلك كيف ممكن أنكم يعني يكون صيفكم صحي وآمن أيضا، كيف ممكن الأطفال نحافظ عليهم خلال فترة الإجازة، لأن تكثر الحوادث مثل ما يقولون بسم الله على عيالنا وعيالكم خلال فترة الصيف. إحنا حابين أن نتناول حوادث الأطفال أيضا في الإجازة الصيفية، فكل هذه المواضيع إن شاء الله بتكون معنا خلال الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع القادم من شهر 6، بيكونون معنا الصحة العامة. فأتمنى منكم أن تكونون على متابعة، وإذا عندكم أي مواضيع حابين أن نحن نطرحها قبل ما نختم البرنامج الأسبوع القادم تقدرون ترسلون إياها على الرقم 4006. إذا هناك خدمة من خدمات هيئة الصحة بدبي حابين أنكم تتعرفون عليها أكثر، حابين أنكم تعرفون على مركز صحي معين، فتقدرون تتواصلون معنا سواء على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة واللي هو الرقم 4006. فبنكون إن شاء الله معاكم خلال هذه يعني الأيام القليلة القادمة، نتمنى نكون نقدم لكم الشيء المفيد والممتع في نفس الوقت. برنامجنا بتوقيته من الساعة 10 صباحا لين الساعة 11 تقريبا 10:50 نختم معاكم دائما البرنامج. فإذا عندكم أي مواضيع حابين أن نحن نطرحها خلال هذا الأسبوع القادم تقدرون أنكم ترسلوا لها لنا عبر الرسائل النصية القصيرة. والحين مستمعين الكرام بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن موضوع مهم جدا واللي هو الربو عند الأطفال، فاللي حاب يتفسر أكثر عن هذا الموضوع يتريانا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414 ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل بيكون موضوعنا لليوم الربو عند الأطفال، ومثل ما نعرف يعتبر الربو اضطراب مزمن يصيب الأطفال ويسبب التهاب في الرئتين والمسالك الهوائية وانسداد في تدفق الهواء، وإذا لم تتم معالجة الربو بشكل صحيح فقد يعاني الطفل من نوبات الربو الخطيرة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور هشام حمدان، استشاري الأمراض الصدرية عند الأطفال واستشاري أمراض النوم عند الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. دكتور، اليوم حديثنا بيكون عن مرض الربو لدى الأطفال من حيث الأسباب ونسبة الإصابة فيه
بين الأطفال؟ هل نسبة الإصابة بالربو بين الأطفال كبيرة أو قليلة، أو هل تعتمد دكتور على العامل الوراثي؟ نعم، يعني نظرة عامة عن مرض الربو في الأطفال، يعني هو يحدث تهيج في الرئتين والمجرى الهوائي، وتهيج هذا يحدث بسهولة عند التعرض لمحفزات محددة مثل يعني استنشاق حبوب اللقاح، الإصابة بنزلات البرد أو أي التهابات أخرى، ويسبب أعراض مرهقة يوميا أحيانا مثل السعال، ويعيق اللعب ويعيق الذهاب للمدرسة والنوم، وممكن أنه أيضا يسبب في زيارة الطوارئ والتغيب عن المدرسة. بالنسبة للأسباب، يعني الأسباب مش معروفة 100%، ولكن هناك ميل وراثي، يعني وجود إذا كان أحد الوالدين مصاب بمرض الربو بتزيد احتمالية إصابة الطفل بالربو. أيضا بعض أنواع العدوى المجاري الهوائية في عمر صغير تزيد احتمال الإصابة بمرض الربو لاحقا، بس أنواع محددة. يعني طبعا التعرض لعوامل بيئية من أهمها دخان السجائر، سواء كان تدخين داخل المنزل أو خارج المنزل أو بالسيارة، هذا كله يؤثر على الطفل ويعتبر من أحد الأسباب المعتقدة تكون وراء الإصابة بربو الأطفال. نعم نعم أيضا دكتور، شو هي عوامل، إذا بنتكلم اليوم عن عوامل الخطر المرتبطة بالمرض؟ يعني عوامل الخطر هي العوامل اللي بتزيد من احتمالية إصابة الطفل بالربو. هاي العوامل يعني تشمل التعرض لتدخين، التعرض للتبغ أو لدخان السجائر قبل الولادة، هذا يزيد احتمالية أن الطفل المولود يصاب بالربو لاحقا في عمره. إذا في عنده أمراض تحسسية زي مثلا تحسس الجلد أو الإكزيما، حساسية الطعام، حساسية الأنف، وجود تاريخ عائلي طبعا زي ما حكينا، والعيش في منطقة ذات تلوث عالي، السمنة، وجود حالات مزمنة زي الجيوب الأنفية، وجود مثلا أيضا مرض ارتجاع حامض المعدة أو يسموه حرقة الفؤاد، هاي كلها عوامل خطورة للإصابة بمرض الربو. نعم دكتور، ذكرت عامل جدا مهم من عوامل الخطورة، التدخين لدى مثلا الأب أو الأم ممكن يؤثر على الجنين في رحم الأم؟ نعم نعم، التعرض لدخان السجائر سواء إذا كان الطفل يعني جنين ما زال في رحم الأم أو بعد الولادة، وسواء كان ذلك التعرض يعني أنه الشخص يدخن يعني في نفس الغرفة أو يتجنب التدخين في نفس الغرفة أو يدخن خارج المنزل أو يدخن في السيارة، فكل هاي يدخل ضمن التعرض لدخان السجائر، فالأفضل عدم وجود أي شخص مدخن في المنزل نهائيا. وأهمية موضوع التدخين أنه قد يكون أحد العوامل القليلة اللي ممكن تغييرها في بالنسبة لموضوع الربو، بقية العوامل من الصعب تغييرها، يعني تقدرش تغيري مثلا العامل الجيني أو عامل مثلا الجو أو الطقس، بس التدخين يعني شيء ممكن تغييره. نعم نعم أيضا دكتور، إحنا اليوم في صدد الحديث عن مثل ما نقول موضوع الربو، أكيد لازم نتكلم عن أعراض الربو، كيف ممكن الأهل يكتشفون أن هذا الطفل مصاب بالربو؟ نعم، يعني هو الأهل ممكن يشكوا أن طفلهم قد يكون مصاب بالربو، والأعراض الشائعة للربو عند الأطفال تشمل يعني أهم عرض هو السعال المتكرر، وسعال يزداد سوء مع العدوى الفيروسية، ويزداد أثناء النوم، ويزداد عند ممارسة الرياضة أو التعرض للهواء البارد. لا مش ضروري الطفل يكون بكح كل يوم، ولكن ممكن تجي نوبات لحة تقعد عنده أسبوع أسبوعين ثلاثة، ممكن يصاحبها صوت صفير أو أزيز في الصدر، ضيق تنفس، احتقان، كحة مع صوت تكرمي بلغم، كذلك ممكن يأثر على النوم، ممكن مثلا الطفل الأهلي يلاحظوا أنه كل ما مثلا إذا أكل أو إذا ضحك أو إذا انفعل بصير يسعل أو بصير صدره يصفر، أنه مش قادر يلعب رياضة، بحبش يلعب، لما يلعب بتعب بسرعة أو بصير يكح بسرعة. بس علامات الربو والأعراض تختلف من طفل لآخر، وممكن تزيد وتسوء مع الوقت، وقد يكون الطفل عنده عرض واحد أو مجموعة من هاي الأعراض، فبالتالي من يعني بالنسبة للأهل صعب يحددوا إذا الطفل هذه الأعراض ناتجة عن ربو أو مرض آخر، فبالتالي لابد من استشارة الطبيب في هذه الحالة. نعم أيضا دكتور، مضاعفات المرض كيف بنتكلم، إذا نحن تكلمنا عن أعراض الربو، هل هناك مضاعفات تعتبر لا سمح الله خطيرة أو تنبئ بأن هذا الطفل لازم يزور الطبيب؟
نعم، يعني هو الربو قد يكون أكثر مرض مزمن شيوعا لدى الأطفال. يعني نسبة الأطفال اللي معهم ربو تقريبا تقدر ب5% من المجتمع بشكل عام، بزيد وتنقص حسب المجتمعات المختلفة. بالنسبة للمضاعفات، الربو قد يصاحب مضاعفات خطرة لا سمح الله، يعني ممكن الطفل يصاب بنوبات ربو شديدة، تسلجم، علاج طارئ، دخول المستشفى، دخول العناية أحيانا، قصور دائم، قد يسبب قصور دائم في وظائف الرئة، طبعا تغيب عن المدرسة، التأخر الدراسي، جودة نوم سيئة بسبب الكحة في الليل والإرهاق، عدم مقدرة الطفل على ممارسة يعني الدراسة بشكل جيد أو الرياضة. بالنسبة يعني متى يعني يجب أن يزور الطفل الطبيب؟ يعني إذا الأهل شكوا أنه طفلهم عنده مرض مزمن رئوي لازم يزور الطبيب. إذا كان مثلا عنده سعال مستمر، سعال متقطع، سعال يرتبط بالنشاط البدني، وجود أزيز أو صفير، ضيق في التنفس، سرعة التنفس، وجود أي شكوى في الصدر، ألم، ضيق صدر، أو إذا الطفل مثلا عنده نوبات متكررة من التهابات القصبات الهوائية، أو إذا لما يزكم أو يصاب بالبرد الكحة بتطول عنده، بتقعد أسبوع، أسبوعين، 3، بدل ما تقعد كم من يوم. ممكن الطفل يشكو، يحكي أنا بحس بمرض بصدري، أو أنا دائما بكح أو ما شابه. كذلك البكاء والضحك إذا بثيروا كحة، أيضا هذا قد يكون عرض يعني يستدعي زيارة الطبيب. نعم دكتور، مثل ما تعرف نحن في مجتمع يعني يحب الأدوية، يعني مثلا نقول العلاج بالأعشاب، شو هي الأدوية العشبية اللي مثلا يكثر انتشارها لعلاج ربو الأطفال، وهل هناك أضرار لهذه الأعشاب على مريض الربو؟ يعني هو يعني صراحة مع يعني توفر الأدوية الحديثة والأدوية الفعالة اللي معروفة جرعتها ومدى تأثيرها وأعراضها الجانبية بشكل مفصل، فصراحة لا أنصح باللجوء أبدا إلى علاجات عشبية غير مقننة وغير معروفة، ممكن تكون مغشوشة أو ضارة أو غير مفيدة، يعني ما تساعد الطفل. ويعني أقل ما يمكن أن يقال أن هاي الأدوية البديلة أو الأدوية العشبية قد تصرف المريض عن استعمال الأدوية الصحيحة، وبالتالي ممكن حالته تنتكس. نعم، وبالتالي أيضا دكتور نحن دائما نقول الطبيب هو الشخص الأول اللي ممكن يقيم حالة هذا الطفل، ممكن يصرف له الدواء المناسب في ظل وجود ما شاء الله رعاية صحية متكاملة ومجانية أيضا للمواطنين. مستشفى الجليل التخصصي للأطفال دكتور، هل لديه قسم خاص بالربو أو خدمات مقدمة للربو في هذا المستشفى؟ طبعا نعم، احنا عندنا قسم امراض صدريه واضطرابات نوم لدى الاطفال، وفي عندنا احنا 2 استشاريين، انا دكتور شاه حمدان، دكتور فاطمه الجاسم، انا اخصائيه، دكتور انور الخاطر، وعندنا جميع الموارد الضروريه لتوفير عنايه طبيه على اعلى مستوى للاطفال المصابين بالربو من حيث التشخيص والعلاج والمتابعه بما يتناسب مع يعني اعلى المعايير العالميه. نعم، وبهذا دكتور أيضا يمكن يجرنا الحديث لي يعني كيف ممكن للمستمعين الكرام إذا كانوا يسمعوننا أنهم يوصلون لمستشفى الجليلة التخصصي، هل هناك يعني يمكنهم يعني تحويل يكون دايركت أستاذ دكتور على قسم الربو، ولا يجب رؤية أول شيء الطبيب العام؟ الأفضل يعني انه اذا الاهل كان عندهم شك انه اذا بيقدروا يشوفوا الطبيب العام بالاول، على اساس انه الطبيب العام ممكن ياكد التشخيص، وبعد ذلك يتم التحويل الى عياده تخصصيه لامراض الصدر لدى الاطفال. ايضا احنا بنشوف كثير، يعني بنشوف اطفال كثير يعني بنشوفهم بدون تحويل مسبق، فيعني هذا ايضا ممكن سواء بتحويل مسبق او بدون تحويل مسبق. نعم نعم دكتور، إذا بتقدم نصيحة أخيرة قبل ما نختم فقرتنا لليوم لمرضى الربو وخاصة الأطفال. نعم، أول شيء هو نصيحة يعني لأهل المرضى أنه أولا يعني الابتعاد عن التدخين بجميع الطرق لصحة الطفل ولا صحة الأهل. رقم 2 زيارة الطبيب في حالة وجود شك. رقم 3 الالتزام بالعلاجات بالمواعيد وبالطريقة اللي ينصح بها الطبيب، وعدم إيقاف العلاج لمجرد اختفاء الأعراض. مرض الربو مرض مزمن، فالمرض موجود بكون ولفترة طويلة، فمجرد اختفاء الأعراض لا يعني أنه لازم الأدوية تتوقف. يجب على الطفل يظل يأخذ الأدوية للفترة اللي حددها الطبيب، وبعد ذلك يتم تغيير الخطة العلاجية بناء على نصائح الطبيب عند مراجعة الطبيب.
نعم دكتور، قبل أيضا ما نختم هذه الفقرة، إذا بننوه لموضوع دكتور البخور والمواد العطرية هاي، هل تؤثر على أيضا مرضى ربو؟ لأن واحدة من المستمعات تقول هل دخان يعني السجائر فقط اللي يؤثر، ولا أيضا هذا الدخان ممكن يكون له تأثير كبير؟ لا، أي دخان ينتج عن احتراق أي مادة يمكن أن يكون له تأثير سيء على الجهاز التنفسي للطفل المصاب بالربو، سواء البخور، البان، العطور، الروائح العطرية، دخان السجائر. دخان السجائر طبعا من أشهرهم لأنه أكثرهم دراسة، بس من خبرتي ومن المرضى اللي بشوفهم هم بيحكوا لما نعمل بخور في البيت الولد صدره بتعب، وبالتالي احنا بنطلعه برا البيت لما نعمل بخور. طبعا هذا مش حل، لأنه يعني البخور بضل في جو البيت وبضل في العفش وبالأثاث وكذا، وبأثر على صحة الطفل. فأنا دائما يعني بنصح كل الأهل أنه ما يعرضوا أطفالهم لأي بخور، عطور، دخان سجاير، كيماويات وأشياء زي هيك. نعم نعم طبعا كنت معنا اليوم الدكتور هشام حمدان، استشاري الأمراض الصدرية عند الأطفال واستشاري أمراض النوم بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. دكتور شاكري لك اليوم وقتك اللي منحته لبرنامج صحة وسعادة، وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. عفوا، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لمثل ما نقول ختام برنامج صحة وسعادة. كان حديثنا اليوم، تحدثنا عن المشروبات الصيفية الصحية، وتحدثنا أيضا عن مرضى الربو أو مرض الربو عفوا عند الأطفال. ولكن قبل ختام البرنامج، نحب دائما أن نحن نعطيكم معلومات صحية خفيفة نختم فيها البرنامج. مثل ما يقولون اليوم بنقول لكم طرق لتحسين الذاكرة. أولا، لتحسين الذاكرة لازم تحصلون على قسط كافي من النوم، وكذلك يمكنكم ممارسة الألعاب المحفزة للذاكرة، وكذلك تناول كمية قليلة من السكر المضاف والحفاظ على الوزن الصحي. وكذلك مستمعين الكرام، ممكن أنكم تخصصون وقت للتأمل أو تناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك. وبهذا اللي طبعا زيت السمك اللي تحتوي على الأوميجا 3، وبهذا مستمعين تكونون ممكن حافظتوا على قوة الذاكرة. وأيضا مثل ما نذكر لكم دايما، التوت البري خلوه في نظامكم الغذائي، حاولوا أنكم دايما يعني تحسنون من صحة الذاكرة، لأن نحن نشوف عمارنا الحين صغار وما شاء الله الذاكرة عندنا بسرعة ياسين ننسى، بسرعة التركيز عندنا ضعيف. فليش الواحد ما يبدأ أنه يسعى بخطوات بسيطة نحو صحة أفضل، صحة ذاكرته تكون أفضل، نمط حياة صحي أكثر. لا تنسون رياضتكم، لا تنسون حتى لو نص ساعة في اليوم أنكم تمشون، تحفزون أنفسكم على المشي. إذا مبرع في الجو الحار ممكن يكون داخل، ولكن نحن دائما ننصحكم في برنامج صحة وسعادة أنكم تتبعون أنماط حياة صحية. كذلك أعزائي المستمعين، نحن اليوم كان في حديثنا عن الربو عند الأطفال. نحب أيضا نرد ننوه بموضوع السجائر الإلكترونية، لأن مثل ما ذكرنا أن دائما هذه تؤثر السجائر الإلكترونية بشكل سلبي على نمو الدماغ لدى الأطفال واليافعين والمراهقين، حيث يمكن أن الدماغ هو يعني حيث أن الدماغ هو آخر عضو يكتمل نموه في جسم الإنسان في عمر 25 عام. فنحن حابين نقول لكم معلومات بسيطة عن السجائر الإلكترونية ممكن تكون مفيدة للأشخاص اللي يمكن متعودين على السجائر الإلكترونية ويحسون إن هي عادي ما فيها ضرر مثل السجائر النوع الاعتيادي. ولكن نحن نقولكم إن السجائر الإلكترونية لا تنتج بخار الماء فقط، بل تخلق دخانا يحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة، ويتم استخدام المنكهات فيها لجذب فئة المراهقين. وتحتوي أيضا السجائر الإلكترونية على نيكوتين في أغلب الأحيان، والنيكوتين هي مادة مسببة للإدمان بشكل كبير، والنيكوتين أيضا ممكن يضر بنمو الدماغ لدى المستخدمين المراهقين، وقد تسبب أيضا ضررا لا يمكن علاجه في الرئة. ويرتبط استخدام السجائر الإلكترونية بزيادة خطر استخدام منتجات التبغ الأخرى،
وطبعا لا تزال هناك أجهزة جديدة، لذا فإن العديد من العواقب الصحية طويلة المدى والغير معروفة، لأن هذا الموضوع مثل ما نقول موضوع سجائر إلكترونية جديد، فأيضا الدراسات بتكون بعدها على هذا الموضوع، فأنتوا لا تتوقعون أن بيكون ضررها أقل أو أخف، فمن الصعب أيضا الإقلاع عنها بمجرد اعتياد المراهق عليها. فنحن نقول أنه أسلوب حياة، فإذا هو سواء اتبع السجائر العادية أو السجائر الإلكترونية فإن ضررها كبير. وأيضا مستمعين الكرام مثل ما قلنا أن تؤثر السجائر الإلكترونية بشكل سلبي على نمو الدماغ لدى الأطفال واليافعين والمراهقين، حيث أن الدماغ مثل ما ذكرنا هو آخر عضو يكتمل نموه في جسم الإنسان في عمر 25 عام. فنحن دائما مستمعين الكرام ننصحكم عشانكم وعشان عيالكم أنكم تقلعون عن التدخين، لأن ممكن أنت كشخص مدخن تضر عائلتك، ممكن تصيب أفراد عائلتك أو الأطفال منهم بالتحديد بالربو، مجرد أنك شخص اعتدت على هذا النمط الحياة، نمط حياة سيء، فممكن أنكم أيضا تلجؤون لعيادة التدخين الموجودة في المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، تتصلون على الرقم 800-342 وتأخذون موعد في عيادة التدخين إذا كنتوا أشخاص جادين وحابين أنكم تقلعون عن التدخين. وبهذا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، أملين أن نحن نكون دائما في برنامج صحة وسعادة نقدم لكم المفيد الممتع، والشكر الجزيل لفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي. اليوم كان معنا في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وكذلك من نور دبي أوجه الشكر في التنسيق والمتابعة للزميل أحمد سلامة، وكان معنا اليوم عبر الهواء المخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة. وكنت معاكم مستمعين الكرام اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة صحة وسعادة.